نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. وفي اجتماع آخر أكد الرئيس السيسي أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM وعددا من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال. وقد وجه السيد الرئيس بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية. كما أكد السيد الرئيس أن حجم القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبريات الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا إلى الخطوات التنفيذية. من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة CMA الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر مؤكدا تطلع الشركة مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، وموضحا اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك في إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكك الحديدية القائمة حاليا. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددا سيادته على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، آخذا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدولة بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة السادس من أكتوبر إلى أسوان ومن الغردقة إلى الأقصر بإجمالي طول حوالي 1795 كيلومتر.
كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية. بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، والتي يأتي على رأسها متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية. وأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس السيسي مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، منوها إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، حيث تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح. هذا وقد استعرضت وزيرة الصحة جهود مواجهة كورونا وتوفير اللقاح والإجراءات المتبعة في بطولة كأس العالم لكرة اليد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تخطو خطى متسارعة من أجل النهوض بكافة القطاعات، خاصة قطاع النقل الذي يوليه الرئيس السيسي اهتماما خاصا لتأثيره المباشر على حياة المواطن اليومية. وقد شهد مدبولي وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة الكيتكات، المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث أشار مدبولي إلى أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي لربط مختلف أنحاء الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في تيسير حركة المواطنين. كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تبني تاريخا جديدا في البنية الأساسية وشبكة للنقل الجماعي على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن هناك حجما هائلا من العمل مصحوبا بالعديد من التحديات الفنية الكبيرة، خاصة أنها تتم داخل المناطق السكنية. البنية الأساسية وشبكة النقل الجماعي لكل ربوع الجمهورية، وده حجم هائل من العمل وتحديات فنية كبيرة جدا جدا جدا. بنشتغل هنا زي ما حضراتكم شايفين في مناطق سكنية شديدة الكثافة والتكدس، وبالتالي بنبقى حريصين كل الحرص ان احنا نشتغل بافضل درجات الامان علشان ان شاء الله هذا المشروع يكتمل على خير باذن الله واسرع وقت. شهد مدبولي وصول ماكينة الحفر العميقة لمحطة الكيت كات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. لمزيد من المتابعة بتنضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء مراسلة أخبار مصر إيمان التوني. أهلا بك إيمان، ضعينا في أبرز أعمال مجلس الوزراء اليوم وتحديدا في محطة الكيت كات، ما الذي جرى تحديدا اليوم؟ بعد التحية لك زميلتي ولاء، أحييكم مشاهدينا من مقر مجلس الوزراء الذي عاد إليه رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي بعد أن قدمت الدولة إنجازا جديدا للمواطن في الشارع المصري في مجال مترو الأنفاق، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دخول ماكينة الحفر العميق إلى محطة الكتكات ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إنجاز وصفه الدكتور مصطفى مدبولي بقوله
قوله إن مصر تبني تاريخا جديدا في مجال البنية الأساسية والنقل الجماعي، شبكة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين. الخط الثالث زميلتي، حسب وزير النقل المهندس كامل الوزير، تصل تكلفة إجمالية تكلفة هذا الخط إلى نحو 97 مليار جنيه. أما المرحلة الثالثة فتقدر تكلفتها بنحو 40 مليارا و600 مليون جنيه. الجزء الأول من هذه المرحلة يتم افتتاحها بنهاية العام الجاري في ديسمبر 2021، وتصل من العتبة حتى الكتكات بطول نحو 4 كيلومترات، ثم الجزء الثاني من الكتكات إلى محور رود الفرج بطول نحو 6.5 كيلومترا تقريبا، ثم الجزء الثالث من محور رود الفرج إلى جامعة القاهرة بطول 7 كيلومترات تقريبا. وبإجمالية عند انتهاء من هذا الخط الثالث يكون قد تحقق الربط بين القاهرة الكبرى ومدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية وأيضا المدن الجديدة الشروق العبور المستقبل. الآن رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر المجلس، حيث تجري يعني مناقشات لملفات عدة في هذا الاجتماع، يتصدرها مشروع تطوير القرى المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بحياة كريمة. وحتى الآن تمت الموافقة على اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا لتيسير إجراءات التراخيص والاستثناء من سداد الرسوم. لا يزال الاجتماع زميلتي ولاء منعقدا حتى اللحظة، وسنوافيكم بالتأكيد بكل جديد يصدر عنه في فتراتنا الإخبارية التالية. نعم بالتأكيد سنتابع معك أولا بأول إيمان التوني مراسلة أخبار مصر من مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. في أدوية كورونا بنستخدم أدوية أصلا مضادة للتجلط، يعني عشان تمنع التجلط، ودي حاجة برضو بفضل ربنا على أساس إن هم أصلا في الحالات الأولانية في الموجة الأولانية اكتشفوا إن الفيروس دوت هو مشكلته أصلا إن هو بيعمل مشاكل تؤدي لحدوث جلطات، والمضاعفة دي ممكن تكون محتملة لمدة 3 شهور من الإصابة. على اساس بندي الادويه اصلا اللي هي مضاده للتجلط برضو الطبيب بيقدرها حسب الحاله وحسب شدتها وحسب الاصابات اللي هي عاملاها، وفي نفس الوقت حسب المريض يتحمل هذه الادويه ولا لا، ولا بنحتاج نغير لحاجات تانية حسب كفاءه الكلى مهمه جدا، او اذا كان في امراض اخرى برضو ما نقلقش من استخدامها، ولا بد ان تستخدم بوعي. ولكن الحتة اللي انبه عليها بس ان طبعا هي لما تستخدم هنسمع كلام الطبيب في الجرعات اللي بيقولها، لكن لو كانت هناك امرأة او سيدة واذا كان عليها الدورة الشهرية او حاجة تاخد بالها ان هي لما بتستخدم الادوية دي ان ممكن طبعا ده يزود الدم اللي بينزل كتير في اثناء الدورة الشهرية، فعشان كده انصح بس اثناء الدورة الشهرية تاخد بالها بان هي توقف الادويه اللي هي اصلا مضاده للتجلط لغايه بس ما بتنتهي الدوره وبترجع تاني للادويه عادي خالص. كل الادويه يا جماعه بتتاخد ما تفكروش الطبيب بيقدرها ولا اللجان حتى العلميه اللي بحطها ان هي حطها كده، لا هي محطوطه اصلا ومدروسه ومعروف ان هي تتاخد ليه والهدف منها ايه. دايما الطبيب لما بيوصف علاج ليه هدف اسمى ان هو يتخلص او خايف من يعني ضرر شديد جدا، وفي نفس الوقت بيبقى حاطط المحاذير وطرق الاستخدام عشان ما نوصلش برضو الدواء يوصلنا لأضرار احنا مش عايزينها. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 643 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد و55 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى خروج 432 متعافيا من الفيروس من المستشفيات،
وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127,433 حالة. هذا وتواصل مستشفيات العزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد تطعيم الكوادر الطبية بلقاح ساينوفارم الصيني كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مراسل أخبار مصر محمد حلمي. حلمي، اطلعنا على الجديد لديك من مستشفى هليوبوليس. تحيات لك أشرف من أمام العيادات الخارجية بمستشفى هليوبوليس. هذا المستشفى واحد من أكثر من 360 مستشفى عزل بمحافظات مصر كافة، تم توفير التطعيمات سينيفارم المضاد للفيروس كورونا للكوادر الطبية سواء التمريضية أو الأطباء أو المتعاملين مع الحالات المصابة بالفيروس داخل هذه المستشفيات. وأكد لك أن مستشفى هليوبوليس من المستشفيات التي شهدت إقبال متزايد من الكوادر الطبية، تصل إلى ما يقرب من 500 طبيب و أطقم تمريضية تم تسجيلها على سيستم لبدء عملية التطعيم التي بدأت منذ صباح اليوم. أؤكد لك أنه تم توفير التطعيمات بالمستشفيات لما يقرب من 100% من الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات. معي الدكتور سيد محروس مدير مستشفى هليوبوليس. دكتور، كلمني عن بدء التطعيم ومدى إقبال الأطباء وانطباعاتهم بعد عملية التطعيم. الحقيقة الوزارة وفرت التطعيمات كلها والعدد الكافي للتطعيم بالنسبة للفرق الطبية، وادت الفرق الطبيه كاولويه اولى بالنسبه للتطعيم، لان هم طبعا اللي بيتعرضوا للعدوى او بيتعاملوا مع المرضى المصابين بعدوى الكورونا. الحقيقه في يعني تجامل وتناغم في واقبال من الناس اللي موجوده من الفرق الطبيه للتطعيم نظرا للفائده اللي هتعود عليهم وعلى المجتمع من وراء استعمالها. هل في موانع للتطعيم يا دكتور من النسبة؟ هي في بعض الموانع البسيطة، انه يعني الست الحامل في اول 3 شهور، انه لو هي خد عدوى بالكورونا خلال اخر 3 شهور، انه لو في اي حساسية للتطعيم او حاجة زي كده او بعض الادوية، او لو في ارتفاع في درجة الحرارة لحد ما الحرارة تنتظر. فيما عدا ذلك مفيش موانع تانية. ماذا اقبال الاطباء هنا على عملية التطعيم في المستشفى؟ هو في اقبال من الفرقه الطبيه على التطعيم الحقيقه، نظرا لان هم عارفين فائده هذا الكلام كويس جدا، واحنا الحقيقه بيوجهوا كلنا الشكر للقياده السياسيه ومعالي وزيره الصحه على اعطاء الاولويه للفرقه الطبيه المتعاملين مع مرضى الكورونا. يبقى اشرف ونؤكد لك ان عمليه التطعيم بين الاطباء والاطقم التمريضيه تتم وسط اجراءات احترازيه غير عاديه لمكافحه العدوى ووفقا لمعايير الجوده العالميه. اؤكد لك ان هذا الاقبال يؤكد وعي الاطقم الطبيه والتمريضيه لهذه الخطوه، هذه الخطوه المهمه كاحد الاجراءات الاحترازيه لمواجهه المرض بشكل واقعي. معك اشرف. شكرا جزيلا اذا محمد حلمي مراسل اخبار مصر الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديده. في تمام الثانية مشاهدينا بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري، ودائما يمكنكم متابعتنا عبر ماسبيرو.إيجي. في أمان الله. شكرا لكم.